ناتي الآن إلى حل الأسئلة، أسئلة المذكرة الرابعة اللي هي في الصفحة رقم 5. كل طالب يأخذ المذكرة معاه، يفتح الصفحة رقم 5 اللي هي المناقشة. أنا عندنا السؤال الأول: ينقسم الاسم من حيث تعيين مدلوله إلى قسمين، عينهما ثم اذكر تعريف كل قسم وأذكر أمثلة عليه. هذا السؤال الأول. إجابة السؤال الأول نجدها هنا في المذكرة في الصفحة رقم 2. إجابة السؤال الأول، أنا عندك مربعين اللي هو هذا، اللي هو ينقسم الاسم إلى قسمين، اللي هو نكرة ومعرفة. النكرة هذه نكرة وتعريفها وأمثلة عليه، وهذه المعرفة وتعريفها وأمثلة عليه. هذا إجابة السؤال الأول في المربعين اللي في صفحة 2. النكرة هذه تعريفها وأمثلة عليه، وهذه المعرفة تعريفها وأمثلة عليه. النكرة طبعا قسمين، النكرة تعريفها هي ما دل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وقبل دخول المعرفة عليه، أو وقع موقع ما يقبل دخول عليه. مثال: رجل الرجل، طالب الطالب، جاء ذو علم، ذو اسم لا يقبل دخول عليه ولكنه وقع موقع ما يقبل وهو صاحب، تقول الصاحب. القسم الثاني معرفة، تعريف المعرفة هي ما دل على مسمى بعينه ولا يقبل دخول عليه للتعريف، الذي للتعريف، مثل محمد، أنا، الذي، هذا، كتابي، التلميذ. هذا إجابة السؤال الأول. نأتي إلى السؤال الثاني: أنواع المعارف 7، اذكر واحدا منها ثم عرفه واذكر أقسامه وهات أمثلة عليه. أنا نأتي في الصفحة رقم 2. هذه أنواع المعارف، أنواع المعارف 7، يقول اذكرها، نقول الضمير العلم، اسم الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بالألف واللام، والمعرف بالألف، المعرف بالإضافة، المعرف بالنداء. هذه 7 ذكرتها، يقول لك تكلم عن واحد منها، أو عرف واحد منها، اذكره وعرفه واذكر أقسامه. هنا ناخذ واحد من الأسماء ونعرف تعريفها وأقسامها. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث اللي هو هنا: العلم هو أحد أنواع المعارف، اذكر أقسامه ثم عرف كل قسم وهات أمثلة عليه. العلم هو أحد أنواع المعارف. هنا السؤال هذا يكفي عن السؤال الثاني، يعني أنت ممكن تجاوب السؤال هذا ولو جاءك السؤال الثاني هي نفس إجابة، تأخذ العلم، فتعرف أن العلم هنا اللي هو سنجدها الإجابة في الصفحة رقم 3 اللي هو هذا العلم. تعريفه هو ما عين مسماه وحدده دون قيد أو شرط، ويستعمل في المسميات الآتية: للعاقل رجل أو امرأة مثل محمد فاطمة، لغير العاقل حيوانات مثل واشق عالم الكلب، الأماكن مثل طرابلس، القبائل مثل قريش تميم. وبعدين نقول أقسام العلم، أقسام العلم ينقسم إلى 3: اسم ولقب وكنية. اسم وهو ما ليس لقبا ولا كنية مثل عائشة بن خالد. لقب هو ما أفاد مدحا أو ذما، مثال طيب الخبيث. الكنية وكل مركب إضافي صدر بأب أو أم، مثال أم كلثوم، أبو بكر، وهكذا. هذه أقسام العلم. هذه إجابة السؤال الثالث. نأتي إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع: تنقسم الأسماء الموصولة إلى أسماء خاصة وأسماء مشتركة، عرف الأسماء الخاصة واذكر ألفاظها واستعمال كل لفظ. أنا إجابة السؤال الرابع اللي هي في صفحة رقم 4، اللي هي هنا الأسماء الخاصة والأسماء الموصولة تنقسم إلى أسماء خاصة وأسماء مشتركة. هنا قال عرف أذكر الأسماء الخاصة ألفاظها واستعمالاتها، اللي هي بيقول أنا الأسماء الخاصة هي ألفاظ وضعت لمعنى واحد لا تتجاوزه. ألفاظه هي: الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، الذين لجمع الذكور، اللاتي أو اللائي أو اللاتي أو اللائي أو اللواتي لجمع الإناث. هذه الأسماء الخاصة.
مشتركة طبعا من وما لغير العاقل لغير العاقل. هذا بالنسبة لي إجابة السؤال الرابع. نأتي إلى السؤال الخامس. السؤال الخامس كيف يصبح الاسم النكرة معرفة؟ كيف يصبح الاسم النكرة معرفة؟ وكيف يصبح معرفا بالإضافة؟ كيف يصبح الاسم النكرة معرفا بالإضافة؟ وكيف يصبح معرفا بالنداء؟ الاسم النكرة كيف يصبح معرف بالإضافة؟ عندما نضيفه إلى أحد أنواع المعارف. عندما نضيفه إلى أحد أنواع المعارف، اللي هي المعارف الخمسة هذه. المعرف بالنداء كيف يصبح معرفة؟ عندما تسبقه إحدى أدوات النداء، وعندما تدخل عليه إحدى أدوات النداء. هنا أدوات النداء مثل كتاب، أدوات النداء معلم، يقول يا معلم، تلميذ، هيا تلميذ، يا معلم، وهكذا. إذن هذا الآن المعرف بالإضافة هو الذي الاسم النكرة عندما تدخل عليه، عندما نضيف إلى اسم معرفة يصبح معرف بالإضافة. المعرف بالنداء هو اسم نكرة تدخل عليه إحدى أدوات النداء فيصبح معرف بالنداء. لهكذا أعزائي الطلبة نكون قد استكملنا المحاضرة الرابعة، ونسأل الله أن يوفقني ووفقكم في فهمها وفي استيعابها، وإلى أن نلتقي بكم في المحاضرة الخامسة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.